I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate. Storm clouds gather over Europe. Mistrust and rivalries between realms threaten to break and flood the world in a tide of total war. إذا ندخل إلى جوجل ونكتب اسم اللعبة ميديفال توتال وار 2 تورنت وندخل إلى هذا الموقع الموجود هنا نضغط عليه. إذا هذا هو الموقع. إذا هذا هو حجم اللعبة. ننزل إلى الأسفل ونضغط على دونالد تورنت موجود هنا لتنزيل ملف التورنت. إذا هذا هو ملف التورنت نضغط دبل كليك لفتح ملف التورنت. إذا لم يظهر بهذا الشكل فنضغط فايل ثم اد تورنت هكذا ثم نقوم باختيار ملف اللعبة في برنامج اي تورنت تقوم بتحميله. إذا نضغط اوبن يفتح الملف معك بهذا الشكل كما ترى هنا. هذه هي ملفات اللعبة. إذا وهذا هو الحجم الذي في جهازك. ثم نضغط اوكي لبدء التحميل. مباشرة يتم الآن تحميل اللعبة كما ترى هنا. كل ما علينا فعله هو الانتظار حاليا حتى تنتهي تحميل اللعبة في هذا المكان. لذلك اذا طريقة تحميل برنامج اوتورنت لتحميل العاب التورنت هو نكتب اوتورنت كلاسيك ثم هنا نضغط فري دونالد ثم هنا ننزل للاسفل هنا نقوم بتحميل هذه النسخة فري يعني مجانا دونالد. نضغط دونالد ثم مباشرة يبدأ معك التحميل. تضغط تختار المكان ثم تضغط سيف لحفظ ملف البرنامج ثم طبعا ملف صغير. نضغط دبل كليك لفتح البرنامج مباشرة. نضغط ران. هنا نقوم بتنصيب برنامج اي تورنت الذي سيسمح لنا بفتح ملف التورنت. اذا هنا نضغط نكست كما نرى من هنا. اذا بعد تحميل اللعبة سوف يظهر يعني ملفات اللعبة سوف تظهر بهذا الشكل. نضغط على سيتاب لنقوم بتنصيب يعني اللعبة على جهازنا.
تصدر قيدا. إذا هنا نختار اللغة الإنجليزية طبعا، لأن فيها اللغة الإنجليزية والروسية فقط. هما نضغط هنا، إذا نضغط نيكست، إذا هذا هو المثبت. هنا نضع علامة هنا ثم اضغط نيكست مرة أخرى، نعم. ثم انتبه إلى هنا، اضغط إنجليزية، اختار اللغة الإنجليزية في هذا المكان، ثم طبعا لأن فيها الإنجليزية والروسية فقط، ثم اضغط نيكست مرة أخرى هنا. إذا سيأخذ معك بعض الوقت للتنصيب، كل ما عليك هو الانتظار الآن، فقط ننتظر قليلا. إذا سوف تظهر هذه البرامج تقوم بتصطيبها إذا لم تكن يعني مثبتة بجهازك مسبقا، لأن جهازي يعني سبق و يعني قمت بتثبيت هذه الأشياء سابقا، لذلك لا داعي أنا للقيام بهذا الأمر. سأضغط هنا على كانسل طبعا، أوكي. إذا مباشرة تم تنصيب اللعبة الآن، أضغط فينيش. الآن كما ترى هناك العديد من الإصدارات تأتي مع اللعبة، 5 إصدارات، وواحد منهم فقط إنجليزي. مثلا نجرب هذا مثلا الروسي، هذا روسي. إذا الدخول للعبة بهذا الشكل، الآن يتم الدخول كما ترون، يتم الدخول الآن. يا سادتي وسادتي، للشركات اللعبة. Война. Там, где люди верят в разных богов, не прекратятся раздоры. Литва. Последний. شيء خرافي. إذا مباشرة تضغط على إيشوب وهكذا تدخل. كما ترى الروسي هنا، الإصدارات الروسية هنا لا يعني لا يظهر فيها شيء. إذا هذا هو الإصدار الإنجليزي، لا يحمل اسم كامبين كما ترى هنا، هناك يعني اختلاف. نضغط عليه الآن للدخول هكذا مباشرة، جميل جدا. إذا كما ترى هذا هو الإنجليزي، فيه الملتي بلاير يعني لكي تلعب أونلاين مع أصدقائك، ولكن يعني ليس مشغل يعني في اللعبة، ربما يكون مشغل على ستيم لا ندري، ولكن ليس مشغل في هذا في يعني في هذا الإصدار، أو يحتاج إلى مود أو باتش ربما يتم إصلاح المشكلة. إذا ضغطت سينجل بلاير، شرحنا هذه الأشياء بالعربية كي تفهم أكثر، لذلك دائما عليك أن تقرأ الترجمة التي يعني نكتبها هنا بالعربية على الفيديو. إذا لدينا كما ترى فقط شعوب قليلة، والاختلاف فيما بينها هو لا توجد شعوب عربية. إذا طريقة حل هذه يعني كي يعطينا أن نختار شعوب إسلامية، تقوم بهذه الطريقة. اذهب الى هذا المكان، الى ملف داتا، ثم وورد، ثم ماب، وورد ثم مات، ثم ملف كومبين، ثم ملف اسمه امبريال كومبين، ونفتح ملف اسمه ديستر سارت كما هو مكتوب امامكم. ثم نقوم بتغيير هذه الجملة، ننسخ الكود التالي، هذا الكود ستجدونه اسفل الفيديو، وسأترك لكم ايضا المهم سأترك لكم الموقع الذي يوجد فيه هذا الكود إذا وجدته. إذا هنا نقوم بنسخ هذا الكود من كومبينج هنا للأسفل، إلى الأسفل هنا قرب كلمة سلايف كما ترى، إند سلايف إند هنا، ثم تقوم بنسخ هذا الكلام هنا هكذا. وقد تم تغيير الكود، الآن نقوم ب نسخه ووضعه في هنا هذا الملف، ثم نحفظ هذا، نحفظه قبل الخروج، قمنا بحفظه. الآن نعود، نقوم بريفرش، جيد. الآن نجرب اللعبة، إذا ندخل هكذا تظهر جميع الآن الدول، منهم الدول الإسلامية، لدينا فرنسا، رومان امباير، لدينا سبين، لدينا فينيس، إيطاليا، لدينا سيسيليا الصقلية، لدينا ميلانو، ثم لدينا العديد من الأشياء، سكوتلاند، بيزنطي امباير، لدينا روسيا، وأيضا لدينا مورس، المورس هو الإسلام وهو شعب إسلام، توركس أيضا شعب إسلامي، ثم لدينا إيجيبت، مصر إسلامي طبعا، ثم الدنمارك، ثم لدينا البرتغال في هذا المكان، ولدينا البولند، ولدينا هنا الهنغاريان.
دائما تقرأ الترجمة كي تعرف المزيد من التفاصيل حول اللعبة. إذا أنا سأختار المورس المغرب الآن هنا في هذا المكان كما ترون، أنا سأختار هذا. لدينا إعدادات أخرى هناك ما شرحنا بالترجمة في هذا المكان، تضغط نوع المغامرة التي ستأخذها طويلة أم قصيرة في الستارت. وهكذا يا أصدقائي يتم الدخول الآن إلى عالم خطير جدا، وأنا هو الملك. طبعا هكذا إذا تبدأ اللعب تقوم بالتقرب بالماوس، اللعب يكون مثل الشطرنج. عندما تنتهي من استراتيجياتك يعني تقوم تضغط على انتهى دوري، يعني مثل الشطرنج تقريبا. إذا كما ترون الأشياء هنا قمنا بترجمتها يعني المزيد من التفاصيل. لدينا هنا البناء، هنا تقوم ببناء الأشياء، يعني شيء بسيط جدا، و يعني ليس اللعبة ليست معقدة بل سهلة جدا. إذا هذا هو المستشار، تقوم بالضغط عليه فيريك البناء المناسب الذي ستقوم ببنائه طبعا، وتضغط أيضا. لدينا الريكرومنت والتجنيد والتوظيف، لدينا أيضا قبل ذلك لدينا نعم الريكرومنت والتجنيد أو التوظيف. هنا تقوم الآن بتوظيف الجنود وأيضا توظيف الدبلوماسيين أو الجاسوس أو يعني التجار، يعني موظفين آخرين. أضغط أوكي، هذا جيد. الآن قمنا ببرمجة هذه المدينة كي تقوم ببناء بيت وأيضا إخراج الجنود. إذن هذا ما قمنا به. الآن تقوم بهذه يعني بهذا الشيء لجميع المدن كما ترى. إذا ضغطت على أي مدينة دوبل كليك سيعطيك الأشياء، يعني الوحدات العسكرية الموجودة بالمدينة، ويعطيك أيضا يعني يعطيك أيضا الأبنية الموجودة بالمدينة، ويعطيك موظفي الدولة الموجودين في المدينة. إذا كما ترى لإخراج أي وحدة عسكرية تضغط عليها فقط يبني الموس ويسار الموس إلى مكان اتجاه الوحدة العسكرية. هنا لدينا تفاصيل أخرى كما شرحناها، هنا نشرحها أمامكم بالترجمة. إذا هنا كما ترى تقوم من الأفضل أن يعني أن تنزع العلامة على الإدارة التلقائية، لأنها تسمح لك بإدارة جيدة لمدنك. ربما تقوم بذلك عندما يكون لديك يعني الكثير من المناطق تسيطر عليها، أثناء ذلك يمكنك أن تقوم بإدارة التلقائية. لدينا هنا هذه القائمة، ترى كل دولة يعني المتحالفين معها وأعدائها، وأيضا الذين يعني التابعين لها. لذلك دائما تتفقد هذه اللائحة لتعرف كل دولة والأعداء يعني وأصدقائها. وبعدين عندما تضغط هنا لدينا يعني تفاصيل حول يعني المداخيل والخسائر، يعني الخسارة. ثم هنا الجنرالات الخاصة بك، ثم شجرة العائلة الملكية الخاصة بك هنا طبعا، ثم أشياء أخرى هنا، اقتصاد الدولة جميل جدا كما ترى معي هنا. المكان باللون كله باللون يعني البرتقالي هو يعني التابع لك، يعني كلها دولتك، يعني كل هذا اللون هو دولتك. لدينا هذا الجاسوس سباي، يعني جاسوس تقوم يعني بإرساله للتجسس على الدول الأخرى لكي تعرف كم وحدة الجيش. تستعمله أيضا للقتل، للاغتيال، اغتيال قائد مثلا الوحدة العسكرية إلى غير ذلك، لكن قد يتم قتله إذا لم ينجح في ذلك. إذا جيد جدا. إذا كما ترى لدينا أيضا دائما تقرأ الترجمة فيها المزيد من التفاصيل حول ما أقوله الآن. إذا لدينا أيضا هنا كما قلنا البناء، طبعا في كل مدينة تضغط عليها تختار البناء، تختار استخراج الجنود، تضغط على المستشار يوريك ما هو الجندي وما هو البناء المناسب. جيد جدا. إذا هنا لدينا جيد. إذا هذا الإمام، الإمام تستعمله مثلا يزيد القوة الإيمانية للناس في المدن، وأيضا خاصة في المدن التي تسيطر عليها. مثلا إذا سيطرت على مدينة مسيحية فستحتاج إلى الإمام
لتقوم بتحويلهم إلى المسلمين. إذا مهم جدا مثل الأفلام التاريخية يعني الشيء هذا. لقد تحريك سهل جدا، تضغط الموس وتقوم بالضغط مرة على يسار الموس مكان الذهاب الشخصية. يعني شيء سهل جدا، لا يحتاج لكثير من الشرح يعني، لكننا شرحنا كل شيء تقريبا في هذه اللعبة بالتفاصيل المملة. مدينة الجيري أيضا هذه مدينة أخرى الجزائر، مراكش والجزائر، لا تصدقون ذلك الرائع والجميل. لذلك فترون لدينا وحدات عسكرية في هذه المنطقة، وثم لدينا البناء يعني المقترحين، الأبنية المقترحة، سوف نختار واحد منهم ونقوم ببنائه. طبعا كلما وضعت مؤشر على بناء يعطيكم يعني نوع البناء وتفاصيل حول البناء، يمين الموس على البناء فيعطيك المزيد من التفاصيل حول البناء وما ينفع يعني. هذه هي حدودنا. طبعا تحريك الكاميرا فقط، تضع يعني الموس في اقصى الشاشة، فاذا عندما تنتهي تضغط على الساعة الرملية فينتهي دورك ويلعب الاخرون. مثلا هنا الان يلعب الآخرون، ينتهي دورك. الدور في اللعبة يشبه مثلا الشهر، كلما ضغطت على انتهى دوري يعني انتهى الشهر، مثلا مر شهر، عندما يمر شهر الآن أو عندما ينتهي دورك فلديك التقارير هنا، تقارير حول دولتك وماذا حدث في هذا الشهر. مثلا لدينا الملك ألفونسو فرنسا، لا أدري ماذا يفعل هنا بقرب من مدينتي، هل ينوي أن يغزونا؟ ثم لدينا هنا تقارير حول استخراج الجنود يعني لوحدات عسكرية جديدة، تقارير حول انتهاء بناء المسجد الذي قمنا ببنائه، ثم الأمير بعائلة ارتفع عنده مؤشر الفروسية، نعم شيفالي. ثم هنا دائما تقرير حول الربح والخسارة، إذا جميل جدا. إذا سوف نقوم باستكمال رحلة الجاسوس، إذا جميل جدا لدينا. إذا كما تطورت مدينتك، كلما تطورت مدينتك كلما سيكون لديك جنود أقوى، و أيضا سيكون لديك أنواع أخرى من الجنود ليس فقط هؤلاء الذين تملكهم الآن. رائع جدا الدبلوماسي هذا، سوف أكلفه برحلة استكشاف المراقبة. ما لدينا هنا، هل تستطيع استخراج أي وحدة؟ جميل جدا يعني بشكل بسيط، ليس بسيطة التي في مسلسل سبونج بوب، لا بل بسيط يعني سهل. إذن كما ترى يمكنك أن تبرمج عدة يعني أشياء في نفس الوقت، يعني حتى لا تضطر لفعل هذا يعني طوال الوقت، فقط تبرمج على أن يعني استخراج العديد من المحاربين، فيتم ذلك مع كل دورة من استخراج وحدات. هذه البنايات والعدد والبوبوليشن يعني السكان يعني باللون الأخضر يعني هم سعداء، لكن إذا تحولوا إلى الأحمر فإنهم غاضبون وقد ينقلبون عليك. في أي مدينة هنا يمكنك أن تعدل على كل مدينة على حدة يعني الإدارة التلقائية. ثم لدينا مزيد من التفاصيل، هنا نقوم بإزالة الإدارة التلقائية هنا حتى يعني نتمكن. ثم هنا لدينا إدارة الضرائب في عند هذه الأسهم، من أفضل أن تضعها لو تقوم بإزالة العلامة هنا الإدارة التلقائية للجميع، ثم تدخل مرة أخرى وتختار الإدارة هنا يدويا، تقوم باختيار معدل الضرائب وتعد معدل منخفض مثلا هنا. إذن جميل جدا، نضغط اوكي وهكذا. إذن هنا مستشار أيضا نقوم به، كلما استخرج وحدة عسكرية دائما تستخرج حسب الذهب الذي لديك. جميل جدا، انتهى دورنا الآن. إذن الآن سيلعب الآخرون يعني سيمر الآن شهر آخر، وهذه التقارير في هذا الشهر الثاني
مثلا فجميع جدا تقارير اخرى موجوده لدينا هنا. اذا تقارير استخراج وحده عسكريه جديده، تقارير دائما تقارير البناء الذي الاشياء الذي يقوم ببنائه، ثم دائما التقارير الاقتصاد. طبعا التقارير يعني متنوعه لدينا هنا والمتمردون باسم الله هم متمردون، سوف نقوم بالهجوم عليهم وقتالهم في ارض المعركه. سنضغط على ايقونه السيوف للدخول الى ارض المعركه. نحن منخلبون، سأريكم أيها المتمردون المنقلبون. جميل جدا، هنا تسمع القائد يقوم بالموتيفاسيون للمتمردين. Пока враг стоит в обороне, прикажите конным стрелкам атаковать. Когда же он перейдет в наступление, избегайте ближнего боя, пока у стрелков не кончится боеприпас. ما هي التشكيلة التي سوف تحارب بها؟ هل تريد أن يمشون بشكل مستقيم؟ هل تريد الرومات أن يكونوا بالخلف أو بالأمام؟ كل هذه الأشياء تقوم بوضعها في هذا المكان. لديك أيضا تشكيلات أخرى في هذه الدوائر الموجودة يعني بالأسفل. تلك الدوائر فيها الأوامر التي تعطيها للوحدات، إما الوقوف أو الجري أو يعني تشكيلات أخرى. وايضا بعد تقدمك في اللعب سوف تحظى بوحدات لهم يعني مهارات خاصه. هناك وحدات لهم مهارات خاصه يكونون اقوى الوحدات في الدوله مثل الفرقه الخاصه، يعني تشبه الفرقه العسكريه الخاصه يعني الكوماندوز الان حاليا يعني الكوماندوز. كل ما اذا طورت مدينتك يعني بشكل كبير تستطيع ان تكون الشيء الجميل في اللعبه تستطيع تقرب جدا تقرب جدا لمحارب خاص بك وتعيش معه لحظه القتال والمعركه، وهذا شيء جميل جدا بصراحه. انا احببت هذا الامر، ليس مثل العاب اخرى مثل لعبه سيفيليزيشن. كما قلنا سيفيليزيشن هناك قتال تلقائي فقط، ليس هناك قتال في ارض المعركه مثل هذه اللعبه. وايضا نفس هذا الامر موجود في لعبه تطور مارشروت سلادوني. يمكن ان يعني نجمي تكلافيش المعركه، وهذا شيء جميل جدا. رون تطور قد شرحناها سابقا في الفيديو السابق، سترى يعني ستجدونه بالقناه على قادير جيمر. شيء جميل جدا. لأننا نضغط ستارت باتل يعني بداء المعركة. بداية المعركة الآن، بدأ المعركة كما ترى. نحن الآن نتجه إلى الخصم والعدو، سوف يريدون الآن منا نحن. مع الشعب المسلمين اليوم نتقدم لنهجمهم ونهشم جماجمهم وننتصر. طبعاً لأن هؤلاء المتمردون لا يعرفون معنى التواصل والتفاهم، لذلك سوف نقضي عليهم يا أصدقائي. سوف نريهم من نكون ومن نحن. هيا بنا يا أصدقاء. الآن انظر إلى الجيش الآن يتقدم ويهجم. وحماس القتال الآن يا أصدقاء. هناك من الجهة الأخرى لدينا رماة تضربون من الخلف. والآن لدينا أيضا أشياء أخرى. لدينا وحدات هذه وحدات الرماة بالحصان. يمكن أن تعقل كل شيء عن قرب. الرائع والجميل جدا. كما نرى طبعا الوحدة التي عن جنرال وهي التي تملك النجمة دائما تضع الخلف خلف يعني خلف الجيش. لماذا؟ لأنه إذا تم قتل القائد الخاص بك فقد يخاف المحاربون ويهربون من القتال. القائد مثل ما يحدث في الأفلام، نفس الشيء في هذه اللعبة. يعني هذا الدور القريب ما
انهم يهربون منا. враги совершили большую ошибку. Ближайшие الان يطاردونهم ويقتلونهم بالسهام. واحد انتو والاخر انظر. واحد يسقط. يسقط. انظر للسهام، انظر للسهام في الشتاء. ماذا كنتم تظنون انفسكم؟ ايوه الجميع. يا إلهي هيا تعالوا الآن خذوا هذا، انظر إلى السهام، اخترقهم، اقتلهم واحد من تلو الآخر، سوف تموتون جميعا على يدي. كيف؟ كيف تفعلون هذا الأمر؟ قتل المبرح. انظر يا صديقي، قتال خطير وشديد. وايضا في الجزيرة العربية ارمية نيفيرنخ подобно туру с глиняными рогами. Мы побеждаем. الشيء الذي أحبه في هذه الجزيرة أنك يعني قريب جدا من المعركة، ويمكنكم أن تشاهدوا المحاربين يفوزون إذا يقتلونهم. رائع وجميل جدا. هيا اقتلوهم وسيطروا عليهم. انظر إلى جيش الآن يتقدمون. انظر إلى واحد آخر يسقط من العدو. Вот генерал Лемут. Вражеский полководец убит. Посмотрим, как неверные будут сражаться без него. يعني تظهر الشاشة بهذه الطريقة، يعني في جميع القائد ثم قتل القائد متمردون. رائع جميل جدا. سوف يقتلون قوتهم وكل شيء. وسينفصلون عن بعضهم. Армия неверных подобно туру с глиняными рогами. Мы побеждаем. جدا طردناهم من الحدود، لا يمكنك ان تطارد точно عندما تصل الى حدود الدوله وهي بالخط الاحمر، لا يمكنك ان تطاردهم اكثر من ذلك. يعني هرب منهم فقط القليل جدا كما الذين ايضا دعوا يعني الاعداء في الخريطه الصغيره دائما تراقبها اثناء المعركه كي تعرف اين العدو. فمثلا هنا ما زالت لدينا وحده للعدو نسيناها وتركناهم في الخلف. ها هي وحده العدو، لذلك سننطلق اليهم الان وسوف الان نرسل لهم جيوش قادمون إليهم ليطاردوهم ويخرجوهم عن أرضنا. حسنا الآن وقت الهجوم. انظر إلى الجيش الآن يتقدم إليهم وهم يهربون مرة أخرى. يا إلهي لماذا لا تقفوا في أماكنكم؟ لقد أرعبهم جيشنا. يا إلهي انظر إلى جيشي بالأحصنة، ركب بالأحصنة. إذا هنا قد ربحنا ولكن سنضغط كونتينيو لكي نتابع المعركة ونقتل أكبر عدد منهم. هيا بنا نسمح لهم بالهروب. نقتل أي وحدة فيهم. ركبوا ثم خذناهم مع الحكاية. واو قتال جميل. واحد المسكين طوقناهم. إنه في الوسط. الآن انظر إلى الجيش سعيد بالفوز ويهتفون عاليا، فزنا. جميل جدا. هنا تقرير المعركة، يعني عدد الموتى وعدد الجرحى إلى غير ذلك. نعود الآن إلى حياتنا الملكية وإلى إدارة وإدارة الدولة. جميل جدا. خدينا على المستمرين يا أصدقاء. كان ذلك رائعا وحماسيا يا أصدقائي. إذا بعدما تنتهي تضغط على السيف جيم هنا تضع الاسم، رغم أن هناك يعني تسجيل تلقائي للعبة، ولكن هنا أيضا طريقة لتسجيل يعني التفاصيل. تضغط اسم ثم السيف جيم علامة هنا، إذا تم تسجيل اللعبة قبل أن تخرج منها.
وإذا خرجت تغتلوت كيم هنا لاستكمال استكمال المغامرة، تضغط هنا دوبل كليك أو تضغط مرة واحدة ثم تضغط لود يعني دخول لكي تستكمل مغامرتك هكذا مثلا. إذا نفس الشيء نستمر في البناء والتجنيد والقتال وإرسال الدبلوماسيين إلى الدول الأخرى لنتفق معهم على المبادلة التجارية ونتفق معهم على يعني الأشياء الأخرى مثل التحالف وغير ذلك. إذا هنا أقوم دائما في كل مدينة سوف أقوم بتجنيد وحدات جديدة طبعا. هذا إذا جميل جدا. هنا أيضا سوف أعد هذه هنا جميل جدا هكذا. إذا رائع. إذا الجنرال كما قلنا فإنه يمكن يعني يقوم ب شراء المرتزقين أو توظيف المرتزقين، هذا هو يعني ميزة الجنرال. وأيضا يقوم ببناء الأبراج، قادر على بناء الأبراج والمخيمات الجنرال. مثلا هذا هو المرتزق، مثلا قد اشتريناه مرتزق، شيء جميل جدا. تحتاج إلى أن يكون لديك ذهب كثير حتى تجمع الكثير من المرتزقين في هذا المكان. بمجرد أن تقوم يعني بالدوران في الخريطة سوف تجمع الكثير من المرتزقين يعني بشكل سريع، وسيكون لديك جيش متكامل بشكل سريع جدا على انتظار الأدوار. إذا الدبلوماسي سأرسله إلى البرتغال. إذا هنا دائما تحرك شخصيتي للحد الأدنى هو الحدود باللون الأخضر، لا يمكنك أن تتحرك إلى أبعد من ذلك. إذا وصلنا إلى البرتغال سوف نتحدث معهم الآن على التجارة. إذا التجارة ونتفق معهم على الحقوق التجارية وأيضا معلومات الخريطة map information كذا، ثم ضغط make offer يعني أقدم لهم العرض، ثم سيقول له مقبول أو مرفوض، يعني يقول الآن we accept يعني مقبول، قبل العرض الذي قمنا بطرحه. في بعض الأحيان عندما تعطي عرض يعطيك طلب يعني يطلب منك شيء ليقوم بما قمت بعرضه. إذا هنا البنايات كيف تتطور، يعني تتطور بهذا الشكل من الخشب إلى الحجر إلى يعني الحجر القاسي إلى غير ذلك. ثم لدينا كيف تجعل المدينة كابيتال، تضغط على هذه الأيقونة فتجعلها عاصمة يعني كابيتال هي العاصمة. ومعلومة أخرى جميلة جدا وتقارير، لدينا تقرير عضو جديد بالعائلة كما هو موجود هنا. يعني تقريرات التقارير دائما يعني تتغير حسب الأحداث. مثلا هنا لدينا طلب الزواج أحد القادة أو الجنرالات يطلب مني الموافقة على الزواج مع فتاة اسمها بشرة. مبروك عليكم، أنا أوافق بالتأكيد كي تعطونا أطفال يساندون القصر. وهذا تقرير الاحتفال بالزواج وهنيئا لهم، جميل جدا. إذا هذه هي شجرة العائلة الآن كما ترون، هي عائلتنا الملكية. هذا هو الأيوب المتزوجون حاليا، أيوب وبشرة، جميل جدا. نمشي إلى اللقاء يا أصدقائي.